كانت المقابلة بالإنجليزي، آخر مقابلة كانت جدا مهمة مو زي اللي قبلها، فإذا حكيت بالإنجليزي حسيتها كثير راح يعني أختار كلمات اللي بعرفها، فما راح أطلع بأفضل شيء ممكن. ف حكيت بالعربي، أي واحد ممكن أحكي له هيك بيقول لي أظن أنت غبي، أكيد خسرت المنحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في بودكاست فرح التخرج. معي أنا فادي بيومي ومحمد ذاكر. يا أهلا وسهلا. اليوم طبعا راح نحكي عن موضوع المنح. قبل ما أحكي لكم عن موضوع المنح، السبونسر الرسمي للبرنامج تبعنا صفحة M&A، بنحب نوجه لهم شكر. اليوم راح نحكي عن موضوع المنح. انا بعرف انك انت اخذت منك 6 منح، يعني نعم. او يعني كان لك مجال كويس او فرصه كويسه في المنح، فاحكي لنا شوي عن طيب. او عن المنح اللي انت اخذتها. طيب اول شيء بحب ارحب فيك فادي البيومي يا هلا الصديق العزيز، وبرحب بكل المستمعين والمشاهدين. في البدايه خليني اقول، انا اي شخص بقول له انا اخذت منح فبيفكر انه المنح يعني ايش، يعني هل انت محظوظ فاخذت منح ولا انت ايش بالضبط؟ فيمكن الموضوع بيفرق عند الناس حسب تعريفهم لايش يعني منحة. بس قبل هيك خليني احكي سريعا ايش هي المنح اللي اخذتها اساسا تكون واضحة للناس. في البداية انا بعد ما خلصت التوجيهي، وان كان حاب ان ابدا من قبل مدرسة لانه مرة حكيتها وفي بعض الناس يعني حتى يعتبروا إنه إذا أنت درست في مدرسة ما بتدفع عليها برضو هذه منحة. أنا درست في وكالة الغوث للإنوروا، أكيد تعتبر منحة. نعم، فدرست 10 سنين من أول لعاشر في هذه المدارس، وأكيد أنت درست فيها. بعد هيك درست في حكومة ثانوية، بعد هيك هون المنحة اللي بدنا نتكلم عنها بشكل كبير، أخذت يعني تقريبا منحة حكومية خليني أقول، ودرست البكالوريوس إدارة أعمال. خلال هذه المدة خلصتها في 3 سنوات، خلال هذه المدة بالسنة الثانية طلع لي منحة في الشريعة، أدرس بكالوريوس شريعة. كنت توافق بين وقتك هان وهان؟ يعني ثواني علي خلينا أكمل. يعني أنا معجب جدا في الإشي هذا، أنك أنت كنت توافق بين وقتك بالتخصص هذا والتخصص هذا مع بعض، وبنفس الوقت أنهم اثنين منحة، يعني الاثنين خلينا نحكي جايينك على طبق من ذهب، أنت تقدر تستغل واحد منهم وتركز فيه فعليا وتطلع بشيء كثير حلو فيه. هي هاي الفكره اللي بنحكيها، هل عن جد جاييني على طبق من ذهب؟ انا عارف انه اللي اي واحد بيطلع من برا المنح انه على طبق من ذهب هيك فكر، فاصلا هاي الحلقه ضروري نوضح هاي الفكره. بس خليني اكمل سريعا السلسله عشان تكون واضحه للناس. بدينا بكالوريوس شريعه من السنه الثانيه بديت، وفي نهاية السنة الثانية برضو طلع لي منحة دبلوم في العلوم الإنسانية في أكاديمية في المغرب عبر الأونلاين طبعا، كان مدتها سنة خلصتها ب9 أشهر. بالإضافة في نهاية السنة الثالثة أو في منتصفها طلع لي بكالوريوس دبلوم إدارة منظمات المجتمع المدني الـ NGO بسموها، كان 3 أشهر وانهيناها. بعد هيك خلصت البكالوريوس، كنت ادور على منح برضه لبين ما طلع لي منحه ماجستير في كليه طلال ابو غزاله، والان انا اكمل ماجستير MBA اداره اعمال في كليه طلال ابو غزاله، وبرضه بدرس دبلوم شريعه برضه منحه. هيك انت فعليا ختمت المنح تقريبا؟ يعني تقريبا بكالوريوس شريعه، عفوا دبلوم دخلوا بالحياة. نعم برضو في بدايتها الفكرة أنا بقول طلع لي وطلع لي وطلع لي، يمكن الناس فكروا أنه أنا كنت قاعد المنح دقوا الباب أبو حميد تفضل عندك منحة، مش هذا المصار. أكيد المنح تجي بعد تعب كثير تجهيزات نعم. وجهد أنت بتبذله أكيد. هو الفكرة أنه أنا مؤمن بهذه الشغلة، أنه المنح لما تيجي مقابلها بدك تكون جاهز أنك تدفع ثمن باهظ، وهذا الثمن إضافي على غيرك اللي أنت معاهم قبل وأثناء وبعد المنحة. كيف يعني؟
مثلا راح اخذ امثله من التجارب، لانه احنا هذه يعني مش اما اللي بحكي تجارب وبناء عليها راح احكي كل كلامي. خلينا نحكي عن فكره مثلا قبل، خليني احكي عن منحه الماجستير. انا في منحه كنت اجهز لها تقريبا سنه ونص وانا اعد الاوراق لها، كان جدا صعب، الاوراق كثيره، المتطلبات جدا اضافيه. اللي هي الماجستير. الماجستير اللي ما طلعت لي، هذه النقطة راح نتطرق لها. فسنة ونص تقريبا انه انا اجهز لها، اضطريت اسافر من دولة لدولة ورحت عليها بكورونا، بظروف كورونا، على اساس انه في ورق كانت ناقصة وكيف اعدلها، ودلوني لعبين ما اقدم، ما طلعت لي. مثلا نعم، هو الفكرة ان طلع لي 6 منح، بكالوريوس ودبلوم وشريء و وماجستير، اشي اكاديمي اشي غير اكاديمي، هاي نقطة مهمة. اذا انت بس بدك تفكر بالمنح الاكاديمية بتقلل فرصك يمكن للعشر. لا اكيد اكيد، حتى اصلا انا عندي وجهة نظر بموضوع المنح، انا ما بشوفها كمنح اكاديمية او ممكن منح في الدراسة. انا بالنسبة لي ممكن من تجربتي انا في الحياة ممكن اشوف المنحة فرصة، فرصة ما اكيد ما بتجيك على طبق من ذهب، بس يعني مثلا ممكن المنحة تكون عن طريق لغة أنت تعلمتها فعلياً تفتح لك صحيح مجالات كثيرة كبيرة، لأنه طبعاً حالياً لابس بلوزة مكتوب عليها اللغة اليابانية، مكتوب عليها كلام باللغة اليابانية، تقريباً معناه إشي عن الشمس أو غروب الشمس أو زي هيك يعني. الحكي هذا أنا طبعاً تعلمته وعرفته كلياته وتعلمته باجتهاد شخصي، حالياً صار لي تقريباً حوالي 60,000 متابع في التيك توك، بشرح عن اللغة اليابانية وبقدم فويس أوفر تقليد شخصيات طبعاً. فكل الحكي هذا أجاني عن طريق إيش؟ طريق اني تعلمت اللغه اليابانيه، فهي كانت منحتي في خلينا نحكي في الناحيه هاي، كانت منحه شخصيه انا قدمتها لحالي. جميل. فنقطه اللي انت حكيت فيها شغله، لانه المنحه يعني مش بس تيجي اكاديمي. بالضبط. ايوه هذه نقطه مهمه، يعني زي ما شفت انا درست بكالوريوس شريعه سنه كامله قاعد فيها، ما كان انا ما كملت، وهي برضه نقطه راح نحكي فيها. الآن أنا بدرس دبلوم شريعة مش أكاديمي، المكان اللي بدرس فيه مش أكاديمي، سنتين وكذا بنفس نظام الدبلوم، ولكن ما راح أطلع بشهادة أكاديمية أبني عليها، قصدي مش من جامعة وما إلى ذلك أو كلية، مع ذلك استفادة جدا أكبر جدا. فهذه نقطة الناس يعني يهتموا فيها بشكل كبير. كنا نحكي عن موضوع ال المنح نسيت شو مشكلة الواحد يعني خلينا نحكي لكم تحكي شغله نسيتها كاول تجربه فعليا لنا في البودكاست. احنا عادي ترى، والله العظيم عادي، هاي ترى منحه، لسه قاعدين نحكي عن المنح سبحان الله. البودكاست هاي اللي احنا قاعدين نسويها تعتبر منحه بالنسبه لنا، ممكن تفتح لنا كثير مجالات لقدام. فكاول فرصه لنا في المنحه مش لازم نطلع احسن ناس. في مقوله دائما خلاص انا ماخذها، خلينا نحكي هدف بالنسبه لي ودائما بتبعها، المقوله اللي هي بتقول لك انه اعمل الشغل بأسوأ طريقه بعدين عدلها. قلت لك المقولة هاي قبل مرة، أعتقد امبارح أو قبل امبارح كذا كانها. صحيح. فحلو إنك أنت تعمل الشيء اللي متوفر معك فعلياً، وتعمل يعني إحنا هسه حالياً قاعدين هو الفكرة يمكن نسوي بأحسن طريقة ممكنة. أكيد. مش بأسوأ يعني. أكيد أكيد أكيد، بس إنه يعني إذا كانت إنه خلينا نحكي الفيصل أو الفاصل بيناتك بين إنك أنت تبلش وبين إنك يعني خلينا نحكي أنت بتعرف الواحد لما يبلش أحياناً. ببلش هو عزيمته شوي نازله لانه بده يطلع، خلينا نحكي كواليتي افضل، كواليتي افضل شوي. لا انت بلش في الكواليتي السيئة بافضل يعني الموجود. بالضبط، في افضل الموجود، حتى لو كان افضل الموجود صعب عليك، انت بلش في شيء اقل منه عادي. اهم شيء انك تبلش، اهم نقطه انك تبلش. صح. وطبعا بس في نقطه بس لازم اكذلكم منها، طبعا صوت الشارع والسيارات شوي طالع، اعتقد طالع شوي في الهاي، فبنعتذر من الصوت ان شاء الله المره الجايه بنحاول انه نحسن زي ما حكيتكم، بما انه يعني نسكر الشارع نشتغل نسكر الشارع مثلا او اي شيء. فزي ما حكيت لكم هي هاي فرصه واجتنا واحنا قاعدين بنسويها باي طريقه قدامنا. نعم بالضبط. ذكرت وانت بتحكي ايش كنا نتكلم عن فكره انه نعم طلع لي 6 منح، بس انا قدمت لي عشرات المنح بطريقه جديه، ما بتكلم عن تقديم هذا وانت بتحضر فيلم بتقدم، لا بطريقه جديه قدمت لي عشرات المنح، لفيت العالم وانا على لابتوبي حرفيا. كل الدول، ما اتوقع في دوله تقريبا الا قدمت للمنح اللي بتقدمها، سواء من حكوماتها او المنح الخاصه. فهي شغله مهمه. نرجع للي بديت فيه، الناس لما يسمعوا انه طلع لك منح انت محظوظ،
إيش معنى المنحة عند الشخص؟ هل معناها إنه حظ؟ إذا معنى المنحة عند الشخص حظ، أنا أتوقع إنه مش صحيح. ما بقول ما فيها حظ، بس قديش فيها؟ 5%؟ إذا مش إشي اللي تبني عليه. أتوقع على إيش أغلب الإشي اللي بنبنى عليه المنحة؟ أنا أتوقع الفرصة والمنحة بتنبنى 5% على الحظ، 10% على الحظ، والباقي 90-95% على الاجتهاد، وكله طبعا تحت سقف توفيق الله عز وجل. هذا شيء أكيد، إحنا نتكلم عن إيش طاقتنا. حلو، اجتهاد. طيب أنت إيش قصدك بالضبط عن الاجتهاد؟ أنا ممكن أفهم الاجتهاد بطريقة ثانية، بس إيش قصدك في الاجتهاد في المنحة؟ قصدي قبل وأثناء وبعد المنحة في شغلات مهمة عشان أنت تكون مميز عن غيرك. إيش هي يعني؟ أنت عشان تأخذ منحة، أنا اعتبرني مثلا جامعة بدي أقدم منحة، أو مؤسسة تعليمية أو ما إلى ذلك، أي مكان بدي أقدم منحة، أنا بدي أختار مميزين. إذا أنت لازم تفكر كيف أنا أبين مميز. هل تكذب؟ هل ما عندك خبرة تقول أنا عندي خبرة؟ على خبرتك سنة تقول خبرتي 5، مثلا متخرج جيد تقول امتياز؟ لا طبعا، ولكن بين أفضل ما عندك أولا وابرزه، واصلا اعمل على انه تكون عندك مميزات. الكل، انا بوجهه نظري ومؤمن بهالشغله، الكل راح يجي فرص، بس الفكره هل لما تجيك الفرص هذه راح تكون جاهز لها، ولا لما تيجي هاي الفرص يلا بدي ابدا اجهز، كل ضرب ضرب واللي هرب هرب. صح، فهي نقطه مهمه. الكل راح تجي فرص، انا يعني مؤمن بهذه الشغله بشكل كبير. تمام، بالاضافه انه نرجع لنقطه انه الاجتهاد شيء جدا مهم، في مهارة مهمة جدا ما دام بدينا في موضوع ايش انا اعمل، مهارة البحث. هاي لازم تكون عند اي شخص بده يدور على فرص. بدك تدور صح، بدك تعرف كيف تدور. لما انت تعرف وين تدور وعلى ايش تدور وكيف تدور، ممكن تختصر كثير وقت. نعم طبعا، وراح توصل للمكان اللي بدك اياه بطريقة الاسرع، يعني مش هالطريق المستحيل وما في اسرار مهنة بالموضوع. الكل راح يوصل لمنحة معينة في دولة معينة، بس الفكرة إذا أنت بتدور في المنصات الصح مثلا، بتدور، يعني بعرف كثير ناس بيبحثوا، يعني عندهم منصة البحث الأساسية فيسبوك، طب هذه أسوأ يعني سيرش إنجن في العالم. يعني أنا إذا بدي أدور إشي على الفيسبوك بروح على جوجل، بدور على الإشي اللي بدي إياه جوا الفيسبوك أقوى. فأنت بس هاي الشغلة إنه وين بتدور كثير راح تفرق معك. بالإضافة إنه ممكن، عشان هيك دائما بحكوا لك جوجل. آه حتى صار مصطلح بالإنجليزي، صار مصطلح إنه جوجل. حتى يعني يوتيوب، يوتيوب فعليا يوتيوب أو جوجل، مش ما بحكوا لك إنستغرام، ما أخذت فيه كلمة زي، لأنه فيسبوك وإنستغرام نفس الشركة. صح. يوتيوب الآن تعتبر السيرج تبعها من خدمات جوجل، فنفس البحث. صح. قوة البحث جوجل ما حدا يعني بقدر يحكي عنه، فجدا شغلة بسيطة جدا تفرق انك تشترك في منصات. في كثير منصات بتعطيك فرص وبتقدم وبتحكي لك اول باول، في يعني اشياء احترافيه ومنصات ومواقع، وفي ناس بس بيشتركوا اشياء مثلا موجوده على التليجرام انا مسويها. لا، في فرق. ما بقول لك ما تشترك، شوف انت الافضل. انا مو جاي احكي بالضبط شو تسوي، بس هو بشكل عام مهاره البحث استثمر فيها، حتى لو دفعت فلوس عليها، تستشير حدا، تاخذ دوره كورس كذا. مهاره البحث مهاره لازم تكون عند اي واحد بده فرص. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا. أكيد. بالإضافة يعني أثناء المنحة، إحنا حكينا إنه أي منحة بدك تأخذها بدك تدفع بدالها ثمن باهظ جدا. أعطيك أمثلة. المنحة الحكومية كان عليها شروط مسبقة، أول إشي إنه تكون 80 وإشي. أنا يعني سنواتي في التوجيهي ما كانت أصعب سنوات، بس برضو مو سنوات سهلة، فإني أجيب بالثمانين ما كان إشي سهل. أنا علمي جبت 84.4 حصلت المنحة، بس كان 80.10 كنت قريب إني أخسرها. بعد هيك في شروط مثلا التقديم وكذا، مو جدا صعبة كأوراق، بس بدك تجيبها. بعد هيك كانوا ممنوع تقل عن جيد معدلك، يعني من زمان في أشياء شروط مش متأكد منها بالضبط. بعد ما تتخرج 6 أشهر بدك تكون تحت كفالة الحكومة، متى ما تطلبك لأي وظيفة بدك تروحها. أنا كتخصص إدارة أعمال هذه كارثة علي. أنا خلصت هاي 6 أشهر، بس لو طلبوني الحكومة أتوظف انتهى كل أحلامي، ما راح أقدر أسوي كثير شغلات من اللي بدي أسويها، لأنه خلص أنت موظف حكومي بدل. بس هم 6 أشهر بس. ممكن الناس يشوفوها هاي منحة إضافية. فعليا أنت بتكسب خبرة قاعد. لا لا، 6 أشهر خلالها إذا طلبناك بتظل معنا للأبد. للأبد توظفت خلاص.
إذا بدك تطلع بتقدر تستقيل، بس ما إلك فرصة في الحكومة بعد هيك. بدري أنا كمحمد كنت أشوفها تحدي وهي تجارب. أكيد. طيب أعتقد لازم نوقف هسه حاليا. نعم بريك. عشان الأذان. بريك. بريك. بس حابين نحكيكم إنه إم أند فعليا سماعات أنقذتنا فعليا قبل البث. في شغلة واجهتنا أنا ومحمد في الصوت، وفعليا سماعات واجهت ساعدتنا. كنا بدنا نتأكد من جودة المايكات. نتأكد بالضبط. اضطرينا أنا هون أطلع. نستخدمها فعليا فعليا جودة الصوت فيها ساعدتنا جدا. الحسابات تاعتهم حتلاقوها تحت في الديسكريبشن إن شاء الله. وتابعوهم ودعموهم لأنهم جد فعليا بيستاهلوا. طيب بسم الله رجعنا بعد الأذان. كنا نحكي عن موضوع المنح، وكنا نحكي عن الأشياء الإضافية الشخص بيخذها عشان بتكون عليه أو بتكون عليه عشان يحصل على المنحة. صحيح. يمكن ضبط مثال المنحة الحكومية إنه إيش عليك شغلات إضافية. مثلا في منحة الدبلوم الـ NGO إدارة منظمات المجتمع المدني كان علينا 3 أيام شغل 6 ساعات مثلا، هذا شيء تطوعي إضافي، هاي من شروط. مثلا بالإضافة لأنه تقريبا كل المنح تطلب منك تكون معدلك عالي، هذا شيء تقريبا في كل المنح، غير اللي بتطلب منك تحضر كورسات إضافية أو عمل تطوعي أو ما إلى ذلك. أنت صوتك بتكون عالي في المجال. المخرج بده يقول لي علي صوتك، مش عارف كيف. والله المونتاج يعني الله يعينه بدي علي صوت على العموم. بس لا فعليا صوتك انت بده يكون عالي في المجال تبعك او في الفرصه اللي بدك تاخذها، يعني بدك تعلي صوتك بدك طيب ماشي صح. والله جد بحكي لا عن جد انه انت بدك تبين مميز. مره كنت اسمع للاعب موسى التعملي الاردني في لقاء، فبسالوه ايش هي بنقص اللاعب الاردني، مهارة؟ بقول لا، يعني عادي في ناس معهم مهارة وناس لا زينا زي الأوروبا، بس عنا فكرة إنه عنا نقص شديد بعقلية الاحتراف. جدا كلمة مهمة عن جد، عقلية الاحتراف هاي اللي تنقصنا. اشتغلت مع كثير ناس عن جد عندهم مهارة عالية، عندهم موارد، عندهم كذا، بس ما عندهم احترافية بالشغل، فبيبينوا زيهم زي أصغر شغل بنفسهم، ممكن أصغر شغل بشوية احترافية نفسهم حرفيا. صح. فالاحترافية بالتقديم مدام احنا نحكي بفرص دراسية جدا مهم جدا. انت يعني مثلا مرة كنت وانا يعني ألم التوصيات من الدكاترة عشان نقدمهم لمنحة معينة، في دكتورة كتبت لي توصية سيئة جدا، يعني لولا انه اسمها وكذا وهيك وبديش ابين بحط الصوره قديش انه التوصيه سيئه، كبيتها على السريع حطها على جنب واللي بعدها روح شوف شيء ثاني. طب هم من البدايه يعني ليش كتبوا لك التوصيه سيئه هيك؟ لا مو التوصيه سيئه، انه انا سيء طريقه الكتابه يعني. مثلا المفروض تكتبها مطبوعه بالانجليزي، كتبتها عربي بخط اليد. فقصدك انت شكلها مو احترافي. انا هذا اللي بحكيه مربوط بالموضوع اللي بنحكي فيه، انه انت بين احترافي، هذا شيء مهم جدا بالسي في تبعك بالكفر لتر، يعني لازم تكتب شيء كاتشي بسموه، انه انا وانا بمرق بعض المنح بقدم لها عشرات الالاف او الاف خلينا نقول، خاصة المنح العالمية لما بدهم مثلا 100 واحد من 10,000 راح هيك يكونوا مروا السي في او الكفر لتر لسه قبل ما يقرأوا السي في، بده يكون في شيء مميز. ثواني ايش هذا؟ في شيء مميز عن ال 20 رميتهم ورا بعض. اذا ما في شيء مميز فانت مش مميز، اذا انت لا تستحق المنحه. هل يعني بس فعليا لو بدنا نقيسها على الكل، لا يعني بحس انه ممكن واحد يكون اوكي ماشي طريقه تقديمه مش مميزه، بس فعليا هو عنده كثير موهبه. هذا اللي عنده موهبه شيء ثاني. انا لا، عنده موهبه وعنده الامكانيات اللي فعليا خاص، هو لازم تكون له المنحه فعليا ابدا واحد فيها. هو بوصل لهالمرحله يعني مثلا معظم المنح مراحل للقبول، المرحله الاولى الكفر لتر، بعدين سي في، بعدين ممكن مقابله تليفون، بعدين مقابله شخصيه. عشان توصل المقابله الشخصيه اللي توريني فيها حالك ومميزاتك وانك موهوب وكذا، بدك الكفر لتر تكون ممتازه. صح. في ناس بناء على الكلام اللي حكيته تفكر هيك انه خلص انا مميز، يا سيدي ما بدي احكي انه متكبر وشايف حاله كذا، عن جد هو مميز،
طب قول لي انك مميز لازم يكون وانت ساكت ما راح اعرف انك مميز. لازم يكون عنده الاساسيات عشان تبني عليها. طبعا الكفر لتر لازم انه تكون مميزه السي في، صح. بعد هيك يعني مقابلات ثانيه انه تبين من احترافي ومميز بشكل عام عشان المنح للمميزين. يعني هذا شيء مفروغ منه. ممكن يجي واحد يحكي منح مميزين، منح الواسطات، في وكثير مو شوي. قدمت منحة، خليني أقول لك تجربة. قدمت منحة تبادل ثقافي مع الجامعة، مع جامعة في تركيا، بين جامعتنا وجامعة في تركيا، كانت لطلبة الأعمال أول اثنين، أنا كنت الثالث على الدفعة. قدمت، اللي حكى لي عنها قال لي قدم بس صراحة هي محجوزة يعني لناس معينين فلا تقدم. قلت ليش؟ أنا الثالث على الدفعة، اللي فرصة عالية. قدمت، رحت على الصبيتين الأولى والثانية، قلت لهم مقدمات؟ مقدمة؟ لا. مقدمة؟ لا. إذا مين صار الأول؟ أنا مفروض يعني اللي الفرصة الأولى، وطلعوا شابين ثانيين واسطة. نعم، فما بقول الحياة وردية كده. طب شو بدك تسوي؟ البعده أكثر منحة تعبت عليها سنة ونص وأنا أجهز أوراقها وفقدت الأمل في النص، وبعدين لأنه في ورقة كانت ناقصة رحت على الجامعة، سافرت على السعودية عشان يعني في ظروف كورونا عشان أعرف شو في حل، عندي ورقة ناقص شو، ودلوني ورجعت قدمت، للآن ما ردوا لي خبر. اللي بعده سويت عليك بعده. هاي نقطة مهمة، إنه يمكن حكيناها إنه قدمت لعشرات المنح بشكل جدي غير المئات اللي هيك عشان يطلع لي 6 منح. في شغلة مهمة، إنه مش كل المنح عادي، ممكن تقدم لمنحة وممكن تبدأ فيها وبعدين تكتشف إنك في المكان الغلط. فسوي المفروض أنت من البداية تختار صح قدر الإمكان، من تخصص لمكان لشروط. في ناس بيقبلوا شروط على حالهم إضافية، في جامعات تكتب عليك شرط جزائي إنه المبلغ اللي دفعته عليك مثلاً إذا ما كنت امتياز تدفعه وما بيكون عنده قدرة، يلا بدي أكسب المنحة، وبوقع حاله أوراق وبتلبسها. في ناس، في شخص بعرفه منحة تركية أخذها ما كملها لظروف، روح أجي سافر على تركيا عليه فلوس. فينتبه الواحد إيش قاعد بيقدم وكذا. مع ذلك بس تقدم وتوصل ممكن تكون بالمكان الغلط. يعني منحة البكالوريوس الشريعة انسحبت مني، كان في شرط وحيد إضافي إنه تكون امتياز، وأنا فعلا كنت امتياز السنة الأولى، ولكن انسحبت مني ظروف خارج عن يعني لظروف ما يمشي أحب أدخل بالتفاصيل. البعده تنسحب البعده. طيب ممكن نحكي بس عن موضوع، يعني انا عارف موضوع شوي هو له علاقه في المنحه، بس احنا بنحكي عن شغله ثانيه اللي هي الواسطه وشغله الفرصه اللي راحت منك مع انها كانت منحه. نعم. زي ما انت حكيت هسه بتخصص الشريعه تبعك، انا بعرف القصه تبعتها، ما بدي اكيد اطرق فيها، بس هل يعني انت بتشوف انه انت اجتك منحه وانت فعليا منحه انت بتستاهلها عشان هيك اجتك؟ الطريقة اللي راحت منك المنحة فيها كانت طريقة خلينا نحكي طفولية أو خلينا نحكي سيئة، تمام؟ أنت شايف إنه الطريقة هاي يعني صح، أو كيف تتعامل معها؟ يعني يمكن إنه كيف تتعامل معها؟ أكيد يعني شوف، أي شخص بده يقدم منحة لأي حدا، يعني كثير ناس بتصير لهم بالشغلة هاي، بس بيطلعوا منحة بعدين في نص المنحة هم مش عارفين وين يروحوا إيش يسووا. يعني لا ثواني، اذا هو مش عارف وين يروح، اذا هو الغلطان نفسه مش عارف بسبب الظروف هاي اللي حكيت عنها. خلينا نفصل شغلتين. انه تلبس لانه فعليا هو في منحه بده اياها، هو استقى حاله مع الناس، اكتشف انه في شروط اضافيه. هاي نقطه مهمه، اكتشف انه في شروط اضافيه. نعم، وانا هاي السبب الاساسي، يعني يمكن واحد اهم الاسباب، اكتشفت انه في شروط اضافيه انا غير موافق عليها يعني اصلا. شو تسوي يعني حسب انت؟ شو هل انت صاحب مبدا؟ انا من ناحيتي خلاص انا عندي انه هذا اشي غلط، ما راح اسوي اللي بدهم اياه. في ناس ثانيين بيروحوا، انا مش جاي اعلم الناس شو يسوي، انا جاي اقول شو التجربه وكذا، كل واحد يسوي اللي هو بيامن فيه. بوجهة نظري الصح انه اعمل الصح اللي انت بتشوفه وتحمل عواقب، تحمل عواقب. يعني برضو ما بدي ادخل بتفاصيلها بشكل كبير، بس انضررت بشكل جدا كبير، اقل ضرر كان على طريق السمعه و بس عدت. طيب في هاي الحالات شو تسوي؟ في هاي الحالات شو تسوي؟ في هاي بس انا قاطع، في هاي الحالات انت بتشوف الوسطات حلال ولا حرام؟ انك تدخل الوسطات فيها فعليا انت مظلوم، انت ماخذ منحة بس مظلوم. ما راح ادخل بحلال وحرام اكيد، يعني مش قصدي حلال او حرام، خلينا نقول صح وغلط بوجهة نظرنا.
أكيد. يعني شوف الواسطة أكيد غلط يعني إيش السؤال أكيد. بس هو شوف أنا فاهم بس فكر بمنطقي. أنا مثلاً أنا شخص مثلاً تمام رايح مثلاً على مكان أقدم معاملة حلو تمام. المكان اللي رايح عليك أقدم معاملة المفروض المعاملة تطلع في ساعتين، المعاملة هي كانت 4 أشهر حلو 4 أشهر مش منطقيا المفروض اجيب واسطه تدخلي فيها؟ فادي اهلا وسهلا بك على كوكب الارض اكيد خاصة انا صوت. انا بعرف يعني انه هذا طبيعي وشوف طبيعي جدا حتى طبيعي اللي بده الخضره ولا سياره جسمه طبيعي تمام كنت بدي احكي عنها بس ممكن ما يطلع صوتها هون قلت بدي استثنيها على العموم لا فعليا هو طلع صوتها طلع او ماي جاد راحت السياره بقدر اسكبها كنا في موضوع الواسطة قلت لك عن الواسطة انه 4 أشهر كنت احكي لك انه اهلا وسهلا بك على كوكب الارض انا بشوف انه طبعا غلط بس اشتغل بالشيء اللي انت في كتاب اسمه المجريات مجريات لابراهيم السكران رائع هذا الكتاب ملخصه وان كان هوجم بشكل كبير بقول لك اهتم بالشيء اللي بتقدر تغير فيه يعني مثلا ما بقول لك انه ما تحضر الاخبار بس بقول لك ما ضيع وقت كبير على الأخبار ما بقول لك ما تهتم بالمسلمين والعالم والإنسانية بس لا تضيع وقتك وانت تعرف تفاصيل ايش صار للامرأة التي تسكن في كندا عندما هاجمها أبصر صح شو راح تسوي ترى احنا كبشر نهرب لهي الشغلات بحجة انه انا بنجز بناء على بمقابل اني اصلا بترك الشيء اللي لازم اتركه لازم اسويه واذا اصلا ما سويته ما في حدا غيري بيسويه انا المؤثر الاساسي عليه فانت اترك هاي الشغلات نرجع يمكن بعدنا شوي الموضوع اللي ربطها انه ماشي غلط الواسطه بس ما راح تقدر تغير كثير صراحه اذا بتقدر الله معك تقول شغله ثانيه الله معك واحنا معك وكلنا معك يلا قول يا رب بس غالبا ما بتقدر شو تسوي على بعده انا بوجهه نظري على بعده يعني وجهه نظرك ما تخلي الاشياء خارجيه تتدخل خلاص ما زبط معك هالشغله يعني مع الكلام ما زبطت انا بوجهه أو ممكن تخليها مثلا تحطها على جنب تحكي لي برجع لها بعدين انا بوجهه نظري يعني بشوف الموضوع يعني ربنا بيسر لك الخير يمكن بقول لك منحه السعوديه سنه ونص وانا اقدم لها وتعبت عليها كثير لما ما طلعت لي او قبل ما انه ما طلع لي كنت اقول مفروض يا ربنا ييسر لنا الخير كنت اقول يا رب ييسر لنا الخير اذا ما كان فيها خير اجعل فيها خير وييسر لي اياها زي ما كثير منا بسوي هذا عبط منا خلص لازم تامن انه سويت اللي عليك يعني في مقوله بتحكي انه اعمل بالاسباب وكانها كل شيء ثم اتكل على الله وكان الاسباب لا شيء من زمان متعلمينها ثم اتكل على الله وكان الاسباب لا شيء خلص يعني اتكل على الله اتكال كامل ايش ما يصير هذا خير قول يعني الله ييسر لي الخير ويرضيني فيه وامشي يمكن كنت احكي حكي كنت صاخب جدا لما ما طلعت لي منحة السعودية بس فعليا لما تفكر فيه الكلام كبير جدا يعني يمكن بعد ما طلع لي المنحة تبعت الماجستير اللي هي على بعد ربع ساعة من هون اللي انا قريب من بيتي بعد ما كنت أرتب إني أسافر وسافرت فعلياً عشان أضبط منحة في فيلم لأحمد حلمي قديم اسمه ظرف اصطناعي اسمه ظرف اصطناعي اسمه ميمي فيه وأبو ميمي صياد فأجا ميمي أبوه بقول له بدي أنزل على مصر اللي هي القاهرة عشان أشتغل هون فيش فرص في الإسكندرية فأبوه صياد بقول له تفتكر أكبر سمكة اصطادتها منين المصري من وين يعني تتوقع أنه أكبر سمكة أخذتها أكبر رزقة لإلي من وين صدتها فميمي بقول له أكيد يعني من مكان بعيد رميت سنارتك بعيد قال له غشيم ولا بتفهم في أي حاجة من وين كانت قال له أكبر سمكة اصطادتها من تحت إجري كانت هون وفي كثير ناس أكثر بفكروا وأنا منهم كنت أفكر إنه كل ما تبعد أكثر فهي الفرصة الأفضل. بس كثير مثلاً بحكي مع ناس اللي قريبين من التخرج، أنا مثلاً بفكر بمنح كذا وهيك أو إني أقدم حتى إذا مش منح أحسن منحة بالضرورة اللي هي بأوروبا ولا بأمريكا ولا بكندا. أول إشي نتفق على شغلتين، مش كل ما بعدت كانت أفضل. الشغلة الثانية
ما في منحة أفضل للجميع، في منحة أفضل يعني الأفضل لك حسب ظروفك. يعني مثلا أنا حسب ظروفي، كانت حسب ظروفي وحسب تفكيري يمكن يطلع غلط أصلا، وغالبا كل اللي بصير حاليا بينه كل تفكيري كان غلط. فالمهم أنت فكر وسوي اللي عليك. طبعا أنه أنا مثلا منحة السعودية هاي جامعة عبد الملك عبد العزيز كانت أنه هي أفضل منحة لي، هيك كنت أفكر. الآن أنا في جامعة ثانية في بلدي، ما اضطريت للغربة، بشتغل بسوي اللي بدي إياه بين أهلي، اليوم بدي أروح أشوف أهلي، كنت مرتب أنه في هيك وقت أني أكون في السعودية وأهلي يجتمعوا وأنا مش موجود. لا ربنا ما كتب لي هذا الشيء، يمكن خير خير. يعني هو موضوع إحنا ما بعدنا، في ناس بفكرون بعد ودخلوا في الدين، لا أنا بشوف الموضوع يعني مرتبط جدا، اسمه دين، دين يعني نظام، نظام كامل شامل. فأنا ما بشوف إنه بعدنا كثير. على العموم اللي مش عاجبه هذا المقطع إنه ما اهتم فيه، أنا بشوف إنه جزء مهم من الإيمان التسليم اللي كنا نحكي عنه، بعد ما تسوي كل الأسباب تقدر عليها سلم، ربنا يكتب لك سلم سلم عن جد إنه اللي ربنا بده إياه رح يصير، ربنا رح ييسر لك الخير. صح. سوي اللي عليك. ويعني كيف تيسرت منحة الماستر اللي أنا عمالي بدرس فيها مقابل قديش تعبت على المنحة اللي ما طلعت لي، هيدا أعطتني درس كبير جدا. يعني أنا حاب أنقله، حاب أحكي للناس، بس أتوقع إذا ما جربوا يمكن مش نفس التجربة، يمكن هم كل واحد عنده تجربة ولو بعيد عن دراسة اجتهد بشيء معين بشكل كثير كبير كثير كثير وما حصل عليه، وأجا شيء بديل عنه بأقل جهد. جهد هون هو اللي أخذ فيه الشيء اللي مفكره بالسهل. أنا هيك ما أعمل. طب نرجع لموضوع المنح وال خلينا نحكي الأشياء، الفرص اللي بتدفعها أو الوقت اللي بتدفعه على المنحة. إحنا كنا نحكي فيه قبل شوي، بس الشغلات الإضافية اللي بتدفعها. بالضبط، الشغلات الإضافية اللي بتدفعها. أكيد كل مكان أنت بتروحه فيه شروط بتكون على الكل، معدل معين مثلا ما تنزع المقبول أو شيء يوازيه، الالتزام بالحضور، وفي كثير شغلات. أي منحة زي ما حكينا بكون التزامات إضافية من معدل لشروط عمل لتطوع، يمكن حكينا بهاي الشغلات. بدك تكون جاهز وتروح على الإشي المناسب اللي بتقدر عليه، فهذه نقطة مهمة. يمكن نحكي عن فكرة الدبل ميجر، إنك تدرس أكثر من تخصص سواء قريبات أو مش قريبات في حلقة لحال، بس غالبا إنه إذا بدك تأخذ منحة كثير بدك تطلع هاي الشغلة. أكيد أنت بالنهاية إذا بدك تحصل على منحة أكيد أنت لازم تكون مبدع أو بتحب المجال هذا. صحيح، أنا بحكي بشكل خاص إذا بدك تحصل على أكثر من منحة. إذا بدك تأخذ على منحة كثير، أخذت 6 منح بس متداخلات ببعض. بشكل عام أنت لما تيجي تحصل على منحة لازم تكون فعليا بتحب الشغل، فما بالك إن أنت كثير بتحب الشغل، أنت فعليا راح يصح لك كثير منح، لأن أنت فعليا قاعد تسعي وراها أو تمشي وراها عشان صح. تصير احسن واحد فيها. صح صح. يمكن موضوع الواسطه حكينا انه حط حالك، او كنت احكي مش عارف حكينا، لا انه حط حالك مكان الشخص الثاني. الشخص الثاني يعني راح يختار الشخص انه افضل شخص ممكن. انسى موضوع الواسطه، انه المفروض اني بدي اختار افضل شخص ممكن. فاذا اخترت افضل واحد ممكن وتغير راح يخذلني. في منح بحطوا عليك $100,000 مثلا او $10,000 مثلا، مبلغ كبير. تخيل انه انت تحطه على شخص وبعدين يخذلك ما يكمل منها. مشكلة المنح احنا البشر الاشي اللي ناخذه بمجان غالبا ما بنقدره. كان بعطي دورات في التسويق الرقمي، في عندي مثلا بعطي دورة بمبلغ معين، بعد فترة بعمل هيك عرض خصم كذا بنص السعر، اللي باخذ بنص السعر هذه انا يعني درستها لكم من حاله اللي عندي، اللي اخذوا بنصف السعر غالبا يعني يمكن 80-90% ما بقدروا هذا الدوره، نفس الدوره نفسها بس انه هاي لايف هاي مسجله، ما بقدروها ما بكملوها، ما بقدروا ما بيكملوا. فهذا اللي بخافوا منه اللي بعطوا المنح، انت حط حالك مكانهم، فطبيعي بدك تحط التزامات حالك زيادة، طبيعي بدك تكون قادر عليها، طبيعي بدك يعني جهد مضاعف جدا،
خاصة إذا أنت بدك تشتغل مع الدراسة، أو إذا بدك تأخذ منحتين أو ثلاث في نفس الوقت، بدك تكون يعني عارف إنه أنت ماشي بفرص ومنح وأشياء حلوة، بس مش في الجنة، في تعب كبير. فعليا انت النقطة اللي قاعد تحكي فيها يعني يمكن الاشي الوحيد اللي ممكن فعليا يحركك اللي هو شغفك للشغل. يعني تخيل انت اجتك شغلة بنص سعرها او حتى مجانية، لو ما عندك شغف ما راح تعملها، ما راح تكمل، خلينا ما راح تكملها. ممكن خلينا نحكي بالمقابل، لو عندك شغف انت فعليا حتدفع مصاري عشان تعمل الشغله هذه. هذا ما بالك بيرجعنا. لو اجتك منحه، انت ايش ممكن تسوي؟ انت ممكن انك تطلع يمكن احسن واحد فيها هذا فعليا. بيرجعنا انه ايش اختار صح من البدايه صح، وتحمل نتيجه قرارك. هي يمكن حكيناها، حاب برضه اكد عليها، حتى لو اخترت غلط، حتى لو اخترت مو غلط بس مو اصح شيء ممكن، حتى لو اخترت صح بس الضغط مش قادر تحمله، تحمل، تحمل نفسك. ايش ما تحملها راح تحمل. انا مؤمن احنا بنحكي مش عن الاشخاص اللي هم 1 أو 2% اللي عندهم اعاقات معينه ذهنيه، هذول الله يشفينا ويشفيهم من كل داء، عندهم ظروف معينه، ما بحكي عنهم، ما بحكي عن 1 أو 2% العباقره، هذول لهم ظروف خاصه، احنا مو زيهم صراحه. بحكي عن 96 ل 98% اللي احنا معظمنا. ايش ما تحمل حالك تحمل. اجت فترة يعني في الماستر صدقا ما توقعت اني اكمل، اندمت اني حكيت للناس اني بدرس ماستر صراحة، ما توقعت اكمل. امتحان صعب، مو ملحق مع شغل طبيعي، مع اشياء شخصية اضافية كذا، جدا جدا عن جد. اول اشي فكرت فيه يا ريتني ما اعلنت اني بدرس ماستر. بس بالنهاية لانك بتحب الشغل كملت. نعم، بالإضافة إنه نرجع لنقطة إنه إيش بتحمل نفسك تحمل، تحمل طبعاً توكل على الله وكله بتوفيق ربنا. أنا بحكي إيش بطاقتنا إحنا، فهي نقطة مهمة. إيش بتحمل نفسك، ما في مشكلة، مو ما في مشكلة أصلاً، إحنا مضطرين لهذا الشيء. إحنا الواحد بيسوي كثير شغلات ويده بيعدي في الحياة، نعرف ظروف الحياة علينا معظمنا، فالواحد بده يعدي، بده يحمل حاله أضعاف غيره. هاي شغلة جدا مهمة يعني. طيب بس أنت محمد أخذت منحة، تمام؟ كل الناس عرفوا، كل خلينا نحكي الوظيفة اللي أنت رح تقدم عليها عرفوا إنك أنت أخذت منحة. شو الإشي اللي رح يغيره من إنك تكون خلص درست دراسة حسابك ودرست دراسة عادية؟ إيش كيف حيكون الفرق يعني؟ إنه واحد ماخذ منحة وواحد اليوم كنت في مكان معين بقضي أغراضي وحاجاتي، فشخص بنعرفه ايش وبصير معك كذا، سمعنا بتدرس ماستر، ايش بقول لي، شهادة الماستر في هاي البلد بتطلعك بشكل جيد، وهو بيضحك يعني، بحكي من ناحية انه ضيعت فلوسك، ضيع وقتك، جهدك، يعني ايش راح تزيد عليك شهادة ماستر. يمكن بدي حلقة الحال، هل الماستر يعني شيء مجدي مو مجدي، متى في الأردن، فهذا شيء ثاني. بس أنا بدي أحكي عنه سمعة إنه عندك ماستر أو عندك منح، يمكن دخلت في الماستر أكثر، نرجع لموضوع المنح. سمعة إنه عندك منح بتعطيك شغلتين من الناس، مش عند نفس الشخص، ناس راح يتجهوا بهذا الاتجاه، ناس باتجاه الآخر، ناس راح يكرهوك، يحقدوا عليك للأمانة بشكل ظاهر أو يعني مش كثير ظاهر. جدا آمنت بعد ما أخذت خاصة منحة الأخيرة الماستر، يمكن لأنها أعلنتها من البداية عكس غيرها، وكانت منحة كبيرة شوي وكذا، إنه عن جد آمنت بشكل أكبر وبشكل عملي. يمكن خليني أقول بحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة مغبون. للأمانة خسرت ناس، لأنه مثلا طلع لي منحة الأخيرة، ما بعرف هل في ناس بيشوفوا ضعفهم فيك، ما بيحبوا يشوفوك لأنه أنت طلع لك منحة هيك، صح؟ أنت طلع لك منحة، هو فعليا انا بعرف خاص، انا هيك انا بعرف انت صح يعني، انا مو مميز يعني، انت صاحبي، انت مش انسان، مش
إنسان أنت عاد. يعني صح أنا إنسان مو مميز، وهذا عن جد مش من باب التواضع. أنت أصلاً مش إنسان هيك هذا المقطع. لا ثواني تنسب علي. لا أنا ما بحكي عنك، هم هيك هم النظرة تبعتهم إنه إنك أنت أصلاً مش إنسان، يعني على أي أساس تفهم منها؟ يعني في في ناس أحسن شوي، في ناس في ناس أحسن شوي إنه لا أنت إنسان من هالدرجة، بس إنه أنت مو مميز. وصدقاً أنا مو مميز. أنا كمحمد مش من باب التواضع، إن شاء الله نكون متواضعين، بس أنا من باب أعلم النفس بنفسي أنا إنسان مميز. كل أصحابي لما أنافسهم مع كثير شغلات بكون غالبا ما يعني في المسابقات اللي فيها وقت دائما أنا من الأواخر. إيش اللي بيخليني أسبق كثير ناس؟ مثلا كنا وإحنا صغار نحفظ القرآن الكريم، كنت مع مجموعة من الناس رائعين، كنا نسعى أنه نحفظ القرآن. في المسابقات بجيب أول 90 آخر 80، هم ما شاء الله 100 100 100 100 100 99 هيك، فهم مسفحين. في المسابقات اللي فيها وقت، فيها يعني اعتماد على الوقت بشكل كبير، تظهر مميزين. أنا مو مميز، ولكن تعرف إيش اللي خلاني أحفظ القرآن كامل قبلهم؟ إنك أنت كنت ماشي على رتم ثابت وهادي، هم كانوا ماشيين على خلينا نحكي بدهم الأفضل فتعبوا وما كمل. يعني هي زاوية جيدة بس مش هذا اللي بدي أحكيه. يمكن كنت أحفظ 10 أضعاف، بديش أقول 10 أضعاف، 3 إلى 4 أضعاف وقت اللي هم بيحفظوا فيه حرفيا. وهذا هذا كلمة السر اللي أنا اكتشفت حالي فيها، وعرفت إنه إذا بدك تنافس المتميزين يا محمد يا مش متميز استمر، اشتغل أضعافهم بتجيبهم وبتسبقهم. وفعليا هذا يعني اللي صار الآن. أنا مثلا في الدراسة بعاني من عدة شغلات، يعني في يعني كبداية ماستر وكذا، دراسة الماستر غير البكالوريوس بشكل كبير، لما نحكي موضوع في حلقة منفردة، في أشياء صعبة جدا، مو قادر أواكب الناس اللي لهم سنة لهم سنتين، أو حتى اللي ما لهم سنة وسنتين يمكن دخلوا معي بس عمرهم 30 31، عندهم خبرة عملية كثير أكبر. كيف بدك تواكبهم؟ باختصار بدك اذا هم درسوا ساعة بدك تدرس 5، بتواكبه بتصير حواليهم اقل شوي اكثر شوي قدهم. فهي شغلة جدا مهمة جدا عن صح. جد يعني فرقت كثير معي. فانا بنرجع لفكرة انه ناس بيقولوا انه انت مو مميز، كيف بطلع لك منح؟ بهذا السر، اجتهد اضعاف المميزين بتنافسهم بل تسبقهم. فهي نقطة جدا مهمة. الناس اللي باب الثاني، قلنا في ناس انه عن جد بكرهوك بيحقدوا عليك بيطلعوا عليك انه انا احسن منك. مثلا في ناس مثلا انا تخرجت قبلك، انا عندي خبرة اكثر منك، انا ممكن معدلي اعلى منك، شخصيتي اقوى منك، هيك فكروا. وممكن عن جد يكون صح كلامهم، فليه مو انا اطلع منها؟ هذا بفكروا. ففي ناس هيك صراحة. اذا المنح يعني المنح هذا عامل سلبي حطه من الأشياء الإضافية بدك تدفعها. يعني إذا المنحة، يعني نفهم كلامك إنه المنحة مش بس للمميزين، المنحة ممكن تكون لأي حدا، مش لازم تكون مميز عشان تجيك المنحة. بس أكيد 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 أنت لازم تتعب وتجتهد عشان تأخذ المنحة، بس مش لازم تكون مميز تكون أفضل واحد في العالم عشان تجيك المنحة. ما لازم تكون أفضل واحد في العالم، لازم تبين كويس إنه أنت بدك يعني تكون أفضل واحد منك قدر الامكان. اللي هي الاجتهاد، خلينا نحكي تسوي افضل شيء بتقدر عليه. صح. في منحه الماجستير هي بالانجليزي طبعا، انا بالانجليزي متوسط. كانت المقابله بالانجليزي، اخر مقابله كانت جدا مهمه مو زي اللي قبلها. فاذا حكيت بالانجليزي حسيتها كثير راح يعني اختار كلمات اللي بعرفها، فما راح اطلع بافضل شيء ممكن. ف حكيت بالعربي. اي واحد ممكن احكي له هيك بقول لي اظن تغبي، اكيد خسرت المنحة. الشخص اللي قبالي عرف طبعا، كان مبين عندك مشكله بالانجليزي، ولكن انت قاعد بتبي انت انا قلت له اياها بكل صراحه، انا بحكي معك بالعربي لانه مو لاني انا سايب انجليزي، مقابلت قبل كنت اقبلها بالانجليزي وسط، وهي عندي شهاده مستوى تثبت انه جيد انا وزي زي اي واحد ممكن يدخل شروط الماستر، ولكن انا فعلا مش مميز بالانجليزي. اذا حكيت بالانجليزي راح افقد باقي مميزاتي. هي بالنهايه مش تخصصك الانجليزي. انا ما بحكي للناس سووا هيك، هيك راح يخسر منها. بس انا قاعد بقول لهم ديروا الموقف،
شوف انت ايش المناسب لك، تجربتك هي تجربتك لك. انا هون في تجربتي اذا اخذتها نسختها 100% راح تفشل 100%، اكيد راح تفشل لانه اكيد ظروفي غير ظروفك. بقول لك شو سويت، العكس هو الصح بالمنطق. احكي انجليزي في مقابلتي انجليزي، صح. انا بقول لك حكيت عربي، ليش؟ لانه بظروف هاي شفت انه اذا حكيت عربي راح ابين بعض الشغلات وما الى ذلك. ف انك لعبتها بذكاء، يعني مغامره، هي ذكاء بس هبل بنفس الوقت. انك زي ما حكيت مغامره، مغامره هيك، هذا تعريف المغامره. يعني خلينا نقول انه بدك شجاعه بس بدك والنتيجه، والنتيجه عشان الناس يعرفوا طبعا، النتيجه انه انقبلت انت. نعم، مع انك انت رحت قابلت مقابله المفروض تكون بالانجليزي. نعم، قابلته بالعربي وانقبلت. يعني هذا اللي صار، هذا اللي صار. احنا بنرجع لفكره انه انا مش مميز، والمنحه مش للافضل واحد في العالم. لا، ممكن تكون افضل واحد بالعالم بس افضل مسوق لنفسك، صح، فتبين أسوأ واحد في العالم. بالضبط، التسويق كلمه السر. لا، انت لازم تسوق حالك بشكل رائع. يمكن الطرف الثاني ما حكينا عنهم، الناس اللي مناح، اللي بدعموا، اللي عن جد بحبوا لك الخير. في ناس والله ما في بيننا علاقه كثير واو، بس تقول له والله بدرس منحه ماجستير، بينبسط، بينبسط كثير. انا من ناحيتي هذا لا يقل فرحه عن المنحه نفسها، انه او ماي جاد في ناس لسه بيفرحوا للناس بدون اي مقابل. ذكرتني في الموقف اللي صار امبارح صدقا والله بدي احكي. يعني رحنا نشتري شغله، المحل، لا قلنا المحل اللي جنبي ببيعها احسن من عندي، ببيعها بسعر اقل وجوده اعلى، لا اشتري من عنده. فانه فعليا في حدا بحكي لك اطلع من عندي زبون يروح على عند واحد ثاني؟ لا، انا كمحمد بس يعني هذا لا، انا كمحمد يمكن في الحياه العمليه قابلت كثير من النصابين حرفيا كثير. ف يعني بتوصل لمرحله انه ما في ناس مناح، فلما الاقي هذول الناس كنز كنز كنز. يعني انا عن جد المنح اعطتني كثير من هذول الناس، يعني نعمه اضافيه ممكن تاخذها لما تاخذ منح، بس من رده فعلهم يعني تصفي اللي حواليك، يعني شيء مهم كثير صراحه. كانت حلقه ممتعه جدا بصراحه. انا شخصيا استفدت من كلامك عن موضوع المنح، يعني كانت لي وجهه نظر في الموضوع. يمكن انا ما اخذت منح زي ما حكيت لك في حياتي، منح جامعيه ومنح دراسيه بحكم اني انا اصلا ما كملت في التراسبات التوجيهي، بس كانت وجهه نظري على المنح لي انها فرصه بس. ما كنت اعرف ترى الحكي هذا اللي انت حكيته هسه كلياته، يمكن اول مره بس اسمعه في حياتي، مع انك صاحبي بعرفك من زمان، بس في كثير اشياء هسه سمعتها لاول مره فعليا فادتني، وان شاء الله كمان هتفيد الناس اللي حاليا قاعدين يسمعونا ويشاهدونا. هو الفكره يعني انت بدك تاخذ شغله، واحد لما يروح على السوق اي شغله بده ياخذها على المول مثلا بده يكون معاه حقها. انا اليوم حاولت احكي للناس ايش حق المنح، مش ايش المنح، ايش المنح الكل بيحكي عن جد، ايش حق المنح. اذا قدرت تحصل حق المنح تشتغل على انه يكون معك حق المنح، راح تشتري. المول معبى، المول معبى، بس معك حقه ولا لا، هي الفكره. الله يعطيك اخي رهيب. طيب الله يعطيك العافيه محمد، الله يعافيك. بعد الكلام اي كلمه، اي شغله تقدمها للناس في نهايه الموضوع؟ احنا فعليا لو بدنا نحكي عن موضوع المنح اعتقد بامكاننا نحكي اكثر، يعني انا مو جاي احكي عن تفاصيل المنح الذي اخذتها وايش هي المنح وكذا وكيف تقدم للمنح، هذا معبى الانترنت. اكيد في موضوع كثير اكيد، ونرجع لنقطه الاجتهاد. انت فعليا اذا بدك تاخذ المنحه لازم تجتهد لها. نعم. يعني الكلام اللي احنا حكينا فيه هسه حاليا اكيد حيفيد الناس طبعا، يعني اكيد حيفيدكم انتم كلياتكم اكيد، بس انت بدك المنحه لازم تسعى وراها اكثر، لازم تبحث اكثر، لازم تشوف فيديوهات ثانيه غير الفيديو تبعنا، واكيد لازم تتابع باقي الفيديوهات اللي قبل والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. قبل ما تنهي عن جد هذا المشروع، يمكن من زمان انا على السوشيال ميديا وانت اقدم مني يمكن الضعف، وانا بالي البودكاست، بودكاست هو انشئ في 2008.
يمكن أظن أظن كان في قبل، 2019. لا لا تختفي المعلومة لو سمحت. لا هاي متأكد منها. أظن أنها كانت في الإذاعات الأمريكية زمان، كانت ب 2008 متأكد. انشئ البودكاست اللي احنا هسه فيه. في صراحة أنا إذاعات، إذاعات إشي ثاني، البودكاست شيء يعني قريب استنى من قبل الإذاعة. البودكاست البودكاست انشئ في 2008. جوجلت. أكيد خلاص جوجلت. جوجلت. من 2019، قبل 3 سنين مو كثير، بس من وقتها وأنا عن جد ببالي أنشئ محتوى بودكاست. يمكن الأفضل إنه هسه نبدأ فيه مش قبل 3 سنين. مؤمن أنا بهذه النظرية، فالحمد لله إنه بدينا. نطلب من الناس اشتراك في القناة طبعا ولايك، ورأيكم إيش المواضيع اللي بتحبوا نحكي عنها. بموضوع فرحة التخرج، إحنا في هذه السلسلة نتكلم عن فرحة التخرج، كيف الواحد يوصل فرحة التخرج بأفضل طريقة ممكنة. مش أمالي بقول لكم أنا وصلت بأفضل طريقة، لا أنا وصلت للأمانة، وصلت يعني مو بأسوأ، بس من أسوأ السيناريوهات. يمكن خليها الحلقة الأخيرة أقول لهم كيف أنا تخرجي ويوم تخرجي خاصة وفترة تخرجي شو صار فيها. يمكن بتعرف المسكين ترى أنت فعليا فعليا تخرجك كان سيء. عملية أصلا لا لا تحكيش لا عن جد خليها حلقة لحالها، عندي كثير كلام أحكي فيها. فأنا مش جاي عمالي بحكي لكم الطريق إلى فرحة التخرج، يعني أنا لا بقول لكم الشغلات اللي صح بوجهة نظر سويتها، كيف ممكن نسويها، ايش معظم الشغلات اللي سويتها غلط او كنت بدي اسويها وما قدرت سووها. هذا هاي فكره اصلا البودكاست البرنامج. كامل. نعم طيب الله يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك. بنحب مره ثانيه نشكر نحب مره ثانيه نشكر الرعاه تبعونا او الراعي تبعنا. اكيد احنا مش برنامج لسه كبير طبعا، اكيد هنكبر بدعمكم اكيد، بس نحب نشكر الراعي على تقديمه لل منتجات تبعتنا ام اند اي. حساباتهم زي ما حكيت لكم تحت في الديسكربشن، تابعوهم. يعطيكم الف عافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه. نراكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم.